فعايزه اروح من الشناوي لان النقطه دي مهمه جدا جدا، ودي النقطه الثانيه اللي عايزه اتكلم فيها مع حضراتكم قبل ما نخش على اخبارنا، وهي خاصه بالكلام الكتير قوي قوي اللي اتقال في الساعات اللي فاتت عن اصابه عدد من اللعيبه واولهم الشناوي بفيروس كورونا. ويمكن برضو الكلام كان عباره عن ايه بقى، مش ان انت بس يعني لا قدر الله جات لك اصابات كورونا في فريقك، لا، الكلام النهارده عن التكتيم او التعتيم جوه الاهلي على الموضوع ده، وحقيقه ان هو كلام كله عاري تماما من الصحه، كلام فاضي، كلام لا يقبله عقل، لا يمت للواقع بالصلاة، لأن ده فيروس، يعني فيروس ومش هيستخبى، وفي لجنة طبية من الاتحاد الأفريقي بكرة إن شاء الله لكرة القدم هي اللي بتكشف على اللعيبة وبتعلن المصابين وبتستبعد أي حد لا قدر الله قبل المباراة، ولا يمكن ولا يمكن لنادي إنه يخبي ولا يداري زي ما قرينا كلام فاضي كتير جدا في الساعات اللي فاتت ومعظمها الحقيقة فيك. يعني يمكن كانت اخطرهم على محمد الشناوي، كل النهارده الرسائل اللي جايه لي محمد الشناوي عامل ايه، محمد الشناوي هيشارك ولا لا، محمد الشناوي لحد دلوقتي الحمد لله يا رب كويس، محمد الشناوي النهارده لعيبه النادي الاهلي يمكن بتجري المسحه الطبيه ليها كلهم في المعسكر الحالي اللي بيقام النهارده في احد الفنادق، المسحه الحمد لله سلبيه لكل لاعبتنا باستثناء المجموعه اللي خارج المعسكر اللي هم مصابين بالفعل، لسه ما تحددش موقف المجموعه المقيده افريقيا فيهم من اللحاق بالمباراه من عدمه، وكده كده في كل اللعيبه من الفريقين هيخضعوا بكره لمسحه طبيه جديده تحت اشراف الاتحاد الافريقي كاف. المسحه دي هتكون الساعه 10 الصبح ان شاء الله، النتيجه هتظهر خلال 6 ساعات، وكده كده برضو لازم اللعيبه تكون عملت 3 مسحات على الاقل قبل مسحه كاف ده.